حضرتك على علم وعلم. لو في حاجه تقولها يعني انا مش فاهم ليه كده، يعني ليه الحكايه واخده الشكل ده كده يعني. وبعدين يعني احنا بنقول لو الزعيم في حاجه نقول يا جماعه، بس هو مفيش حاجه الحمد لله زي الفل. ليه المساله واخده الحديه دي؟ ليه ما مش عارف يعني. وهو اللي بيحصل يا استاذ عصام ان صفحه من الصفحات المغرضه دي تنشر الخبر، ثم يتم يعني تداوله ورا بعضه في عدد من الصفحات الاخرى والمغرضه ايضا، ويبدا بقى الناس اللي هي على تويتر تقول ده مات الله يرحمه ومش عارف ايه. حصل على فكره نفس الكلام امبارح برضه، كان معانا مع الفنان سمير صبري برضه، حصل نفس الكلام. والله يا استاذ عمرو ربنا يبارك لك، يعني انت وجه مشرفه للاعلام يعني. طب استاذ عصام حضرتك كلمت استاذ عادل امام النهارده عشان بس انا معاك كل يوم يا استاذ عمرو، انا معاك كل يوم. واحنا دلوقتي بنقعد عندنا اعداد كده، احنا بنعمل مشروع اسمه الواد وابوه كده، الواد وابوه لعادل ومحمد. الواد وابوه حلو قوي.